الاعتداء على واحد الطفل اللي عنده 14 سنه، كانت تعدات الضرب والجرح والحالات اعتداء خطيره. وكنشكروا الامن اللي تدخل اللي كنا عيطنا ليه على الدريه. بنتي الدريه الصغيره كانت خرجات عير تسخر وتعرضوا لها شي جوج بنات وقرع خسروا لها وجهها. واش غنشكروا السلطات اللي كانت المسؤولات ديالها، يعني داروا الواجب ديالهم. يعني الدريه ديالي بنتي راه البارح راه جوج بنات وقفوا عليها بالزيزوار وحيدوا لها البسطان وتعداو عليها، ولكن دخلوا الامن. لا الشمال كيف ما يمكن. الله يجازيكم بخير على هذا المجال اللي درتوه عندنا اليوم هنايا، وكنشكروا الامن بزاف 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 على التدخل ديالو. وحنا راه كنعانيو بزاف في هذا المجمع السكني اللي ما كانش معترف به حتى شي واحد، والحمد لله فيما عيطنا الامن كيكون حاضر معنا. ولكن راه الكريساج ولا عندنا بزاف هنايا بواحد الطريقه، باش غنقول لكم ما بقيناش كنقدروا نخرجوا بوحدنا، وليداتنا ما كنقدروش نخرجوا من المدرسه. هذا الشيء راه بزاف علينا بزاف، ما نقدرش نوصل لك داك الخوف اللي حنا عايشينه، واحد الرعب اللي حنا عايشينه في هذا المجمع السكني. كنتمناو عافاكم، كنتمناو من الامن يزيد يدير معنا شي مبادره اخرى، يزيد يدخل لنا بزاف في هذا الشيء كامل. حنا بغينا نرتاحوا باش يشريها، حنا ما جينا نسكنوا هنايا ولو باش نرتاحوا، ما جينا نسكنوا هنايا ولو اننا باش نرتاحوا شويه مع وليداتنا، نرتاحوا شويه في ديورنا. ما يمكنش حنا غنبقاو عايشين في هذا الرعب هذا كامل، حنا بغينا نرتاحوا شي شويه. حنا كنتمنوا من الامن يزيد يدخل لنا شي شويه في هذا الشيء. الله يرحم الوالد، صراحة فرحنا بزاف، كاع المجمع كامل فرحان، كلشي كلشي فرحان بهذا الشيء اللي طرا اليوم، وبالصحة في الجو الآن وكلشي. صراحة حنا كنا كنتمناو شي مبادرة بحال هذه، وكنتمناو من هذا الشيء يمشي لقدام، ماشي نرجعو عاوتاني نعيشو في واحد الرعب وواحد الخوف اللي حنا عايشينو به. كاع الناس سادين عليهم، كاين اللي مشاو لينا حوايجنا، الكريساج عندنا بزاف، السرقة بزاف د الحوايج. هذه وهي أننا بغينا نرتاحو في ديورنا، بغينا الأمن يزيد يخلينا في هذا الشيء، بغينا نزيدو نرتاحو شي شويه مع في ديورنا مع وليداتنا ورجالنا. حنا كنبقى ديما كنخاف راجلي يمشي يدخل شي مدازة، تمشي طرا ليه شي حاجة، ديما بزاف د الحوايج. عايشين الرعب في هذا السكن هذا. وحنا الحمد لله اليوم كنشكرو الأمن بزاف، كنشكركم حيت جيتو عندنا الصراحة، وكنتمنى إن شاء الله هذا الشيء يمشي لقدام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر مصري وكيل اتحاد الملاك. وكيل اتحاد الملاك لإقامة الجوار الأمل 3 شارع المسيرة. كنرحبوا بكم أولا، وكنبغيو نشكروكم ونشكروا الأمن على التدخل ديالو، لأن واحد الواقعة اللي وقعت البارح، طفلة قاصر صغيرة تعرضت لعملية الكريساج. ومنين؟ ماشي من الذكور بل من إناث، وهاد الإناث تا هما قاصرين، واللي هما من المدرسات يخرجوا لهاد العمليات ديال الضرب والكريساج بآلات حادة. لهذا كنشكروا التدخل اللي قاموا به رجال الأمن البارح اليوم والبارح واليوم. اليوم كانت عندنا مفاجأة كبيرة ما كناش متوقعينها. شكرا لكم رجال الأمن، تحية لكم، تحية كبيرة، وكنشكركم وكنقول الله يحسن عوانكم، الله يحسن عوانكم، لأنكم عايشين في هاد المراحل الصعبة. تحية لكم كبيرة، وتحية للصحافة اللي وصلت الصوت ديالنا، واللي خلاتنا الحمد لله كيوصل الصوت ديالنا ونعيشوا في أمن وأمل. كانت كتفاد القيصارية قالت لي ماما سيري قيسي ديك الحوايج، مشيت قيس ديك الحوايج أنا مع خاجة هذا البسطان ديال ماما. خرجت لقيت جوج بنات وقفوا عليا بوحدة بزيزوارة كتتهبط ليا وجهي، أنا مشيت وصافي شدوهم الأمن. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.